بص معايا كده يا جماعه، في هنا بيضه متطبقه اهيت على الزغلول، والزغلول لسه عايش جواها. بص الدكر غشيم جدا، الدكر يعني للاسف هو اللي عامل ده كله. عايزين نلحق الزغلول ده قبل ما يموت. بص معايا كده يا جماعه، الزغلول اهو لسه عايش، بيفتح بقه ويقفل اهو. بص هنلحقه بسرعه دلوقتي مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنمسك القشره دي نحاول نفتحها. القشره متطبقه عليه، الدكر دايس عليها ومطبقها تمام. الموضوع يا جماعه بسيط، لو عندك حاجه زي كده ما تخافش. انا طبعا بيد واحده، الايد التانية ماسك بيها التليفون وبصور. الزغلول ده كان عمر الفأس بتاعه امبارح او النهارده وما خرجش، وزي ما شفنا كده الدكر غشيم عمال يدوس على ايه؟ على البيضه ويخبط فيها تمام. فانا هحاول ان انا اخرجه عشان ما يموتش. بص معايا كده اهو، هفتح البيضه وارجع لكم تاني عشان طبعا ايه اعرف امسك البيضه بايدي الاثنين. بصوا يا جماعه، انا كده طلعت جزء من الزغلول اهو برده عشان اوريكم تمام. القشره كانت لازقه في الزغلول، فانا حاولت ايه افكها من عليه وطلعت جزء منها، وادي الجزء اللي باقي اهو. اهم حاجه جوه هنا ما يكونش الحبل السري لسه لازق في قشره البيض تمام. فطبعا ايه لو لقينا ان هو لسه لازق هنسيب الزغلول زي ما هو كده، هو يفك نفسه. هنحط الزغلول بالشكل ده تمام، زي ما هو تحت حضان حنين عشان ما يموتهوش تمام. يا جماعه الزغلول اهو، اشوف انا عندي في السكتش ايه معايا بيض من نفس الفتره دي او قرب يفقس النهارده مثلا او بكره، واحط البيض ده او الزغلول ده تحتيه تمام كده. طبعا عندنا هنا الجوز ده تمام، معاهم بيضتين بيضه بايظه وبيضه هتفقس اهي. بص منقوره ازاي، النقره باينه اهي، هتفقس بكره باذن الله تمام. هنشيل البيضه البايظه وهنحط مكانها الزغلول اهو يا جماعه، الزغلول اهو تمام. بص كده ما شاء الله فايق اهو، وهنرجعه كده تحت القص، وان شاء الله هما هيلبوه من النهارده باذن الله. اهم حاجه يدفوه وياكلوا لبن تمام، والتانيه ان شاء الله تفقس بكره تمام كده. وعلى فكره يا جماعه، الزغلول ده زغلول القص الكريزلي الحبشي اللي انا شايله من تحتيهم دلوقتي، يعني مش زغلول نفاخ ولا مفتل ولا حاجه غاليه عشان انا انقذه. انا بنقذ اي زغلول عندي سواء غالي او رخيص تمام كده، دي روح احنا بننقذها لوجه الله تمام. ما تعرفش ايه الحسنه او الثواب اللي انت ممكن تعمله يدخلك الجنه او يكون عند ربنا كبير، بس انت بتعمل كل حاجه تقدر عليها عشان ربنا يجازينا ويجازيكم خير يا رب. بصوا معايا كده يا جماعه، ما شاء الله الدكر الحمام دوت والزغلول اللي تحته دوت ليهم قصه غريبه شويه. طبعا من يومين كده كنت عملت فيديو وانا بنقذ زغلول حمام من الموت جوه البيضه. كان عندي الدكر دوت كان تحتيه بيضه، وكانت البيضه متكسره على الزغلول ومتطبقه عليه، والزغلول كان لسه عايش جوه البيضه وكان خلاص هيكبس وهيموت. فعملت الفيديو وطلعت الزغلول من البيضه، طلعت جزء منه وسبت بس ايه الحبل السري بتاعه عشان كان لسه لازق جوه القشره، وخدت الزغلول بالبيضه كده ورحت حاطه تحت جوز حمام حنين كان رائد على بيضتين فيهم بيضه بايظه وبيضه سليمه، وكانوا خلاص قربوا ان هم يفقسوا البيضه السليمه. فحطيت لهم البيضه ديت او الزغلول دوت، والحمد لله تاني يوم لقيت الزغلول كويس والحمام مأكله لبا وحصلته مليانه، وشفناه مع بعض في الفيديو التاني. بص النهارده ما شاء الله خدت الزغلول منهم ورحت رجعته تاني تحت الاهالي بتاعته، وده الدكر يا جماعه اللي كان مكسر البيضه ومطبقها وكان هيموت الزغلول. بص حنيته ما شاء الله، لما لقى الزغلول تحتيه بدأ ان هو ياكله وبقى حنين جدا عليه. سبحان الذي خلق فأبدع فأذهل العيون.